هلا وأهلا وسهلا بكم بقناتي كريشن بيارة. هذا أول فيديو راح ينزل على هالقناة، إن شاء الله راح أنزل المزيد والمزيد من أفكار، من حلويات، من كيك، من طبخ، من كل شيء إن شاء الله. ولا تنسون الإعجاب والاشتراك بالقناة. اليوم راح أبدي أسوي لكم سمك مشوي بالفرن، إن شاء الله ينال إعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 3 سمكات هنا، نظفتها ونظفت حتى الراس مالتها بهذا الشكل. وهنا أنا عندي مجموعة من الثوم منظف ومقشر محطوط، وكزبرة غسلتها وحطيتها، وعندي ثوم ملح خشن أقصد، وكمون باودر، وستريك أسيد اللي هو الليمون دوزي أو بعض الناس يسموه بالملح الليم إذا عرفتوا. هنا أنا أبدي أبرش الثوم برشته بالمبراشة الناعمة، وأبدي أثرم الكزبرة عليه وأحطه عليه، ومن بعد أبدي بالبهارات اللي هو الكمون، ملعقة كوب كمون، عليها ربع إلى نص ملعقة كوب ليمون دوزي أو ملح الليم، ومن بعد أحط الملح حسب الرغبة، يعني كل واحد حسب رغبته شقد يحب الملح على الأكل. وهذه هي التتبيلة بهذه الطريقة تصير. طبعا ما أزيد لا مي ولا حاجة من الثوم يترطب. وهنا أنا أبدي أحشي السمكة مالتي، أنا حشيت بس واحدة، والسمكة قبل ما حشيتها شوية شرطتها يعني بالسكينة اللحم مالتها، وتبلتها على مود تدخل المونة مالتها بداخل اللحم همينة. بعدين دخلتها للفرن شويتين، تقريبا 3/4 ساعة لو إلى حين ما المهم يستوي السمك. هذه هي 3 سمكات جاهزين راح يدخلن للفرن. وهنا النتيجة بعد ما طلعت من الفرن، وحضرت وياها تمن وسلطة، وإن شاء الله ألف صحة وهنا. وإن شاء الله إذا طبقتوها وعجبتكم فلا تنسون تحطوا لي كومنت وتشجعوني بالكومنتات مالتكم، وأي سؤال أنا جاهزة بالرد. ولا تنسون السبسكرايب واللايك للفيديو إذا عجبكم. شكرا ومع السلامة.